دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة وأهم المباريات اللي هتتلعب في الجولة 14 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم محافظة القاهرة معرض خيرات رمضان ومهرجان القاهرة الدولي الرابع للتمور بحديقة الحرية ضمن استعدادات العاصمة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان. وبيأتي المعرض في إطار جهود الدولة المكثفة في التوسع في إقامة المنافذ والشوادر لضمان تلبية احتياجات المواطنين. النهاردة تختتم الدورة الثالثة من ملتقى نغم للمسرح بالمسرح الإيطالي في مركز الجزويت، وهو الملتقى اللي تقدم له 200 فرقة مسرحية من مختلف محافظات الجمهورية، وتم قبول أكثر من 70 عرض مسرحي بمشاركة 8 محافظات للتسابق وتنفيذ المعارض والورش التدريبية على هامش فعاليات الملتقى. وشهد الملتقى تكريم العديد من النجوم ورموز الفن المصري، منهم الدكتور أشرف زكي والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنان إيهاب فهمي. النهاردة العشاء الدوري المصري موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 14 من عمر المسابقة. هيلتقي الزمالك مع الداخلية الساعة 7، في نفس التوقيت هيلتقي سموحة مع فيوتشر.